وما هي أسبابه وما هي آثاره اقتصاديا واجتماعيا، وكيف يمكن معالجته والحد من آثاره. وأخطر أنواع الفساد ما يلحق الضرر بالأمة بأسرها من أفراد وجماعات. ولذلك فقد عرفت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها مصر في عام 2006 الفساد بأنه استخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق منافع شخصية أو لمجموعات المنتجين. لا يفوتني من ذكر طبعا ان انا سعيد ان انا كنت رحاب استاذ الجليل سعاده المستشار عادل بيه حسين، لاني انا تدمست على يديه في سلك القضاء قبل ان اصل الى موقعي في هذا مركز المحاسبات، وهو قامه قضائيه الحقيقه انا ببقى فخور بها في كل موقع. ايضا انا سعاده المستشار بعمل بقى الكلام ده كله.